السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ فيديو اليوم اخيرا سويته عن منتجات تحدي شهر نوفمبر، او المنتجات اللي خلصتها في شهر نوفمبر. تشوفون هاي العلبة كلها، هي هاي المنتجات اللي خلصتها في شهر نوفمبر. فكرة هذا التحدي كانت من عند الحلوة العسل حنان، تشات وذ حنان، بحط لكم اكاونتها تحت، سيو تابوها على الانستغرام والبلوج، مدونتها وايد حلوة. كانت بادية حنان هذا التحدي في شهر اكتوبر، حددت مجموعة منتجات نتخلصها في هالشهر، يعني منتجات اللي فيها شوية يعني منتجات السامبلز، وطرحتها في الانستغرام، وايد وايد من الحلوات شاركوا في هالتحدي. فتشجعت وقلت بشارك في شهر نوفمبر. كان التارجت مالي 11 منتج بس، يعني هاي العلبة لها مو 11 منتج، ما شاء الله خلصت اشياء وايد ما توقعت اني اخلصها. فبغيكم على السريع هاي المنتجات، بس يمكن شوي الفيديو يكون طويل لان تشوفون منتجات وايدة، بقولكم رايي فيها. فيلا نبدأ الفيديو. كريم الجسم هذا من كيلز بشيا باتر، هذا روعة، خلصت من علبتين او ثلاث ما متأكدة. ميزة هالكريم انه ما في ريحة، ترطيبه ولا احلى، بسرعة تمتص البشرة بس ما في ريحة. فانا احب اقطر فيه شوية مسج، احيانا دهن عود، تغير ريحته، تكون ريحة وايد حلوة، وترطيب نفس ما هو. شاور جل من جو مالون بريحة وردة البيوني، وايد وايد احب هاي الريحة، جد مجربة من قبل العطر مالهم. وهالشاور جل عجبني ان ريحة مثل ريحة العطر، ويرطب الجسم والتم ريحة ثابتة يعني حتى عقب الشاور. تونر من كلارنس، هذا التونر وايد وايد حبيته، خفيف هذا الحجم على فكرة، اشتريته من سيفورا، كانت علبة فيها ثلاث اشياء من كلارنس بهالحجم، قلت فرصة حلوة اني اجرب، فجربت هالتونر هذا حق الكومبينيشن اور اويلي سكين، ما في كحول، صدق ينعش البشرة بس مو بقوي عليها. ودائما نتكلم عن كلارنس، بتلاحظون في شويه منتجات هني من كلارنس انا مخلصت منها، مثل هذا الانستنت اي ميك اب ريموفر، هذا اتمنى انه يبين، هذا كان عباره عن جزئين، تعرفون الجزء اللي هو ماي وجزء زيت، هذا نفس الطريقه لزالة مكياج العيون، وايد وايد خفيف، حلو بس اذا مثلا انت حاطه ووتر بروف ماسكارا ما يخوسها بسهوله، يعني حق الميك اب العين الخفيف عجبني واشوى انه ما حرق عيني. بعد من كلارنس هالجنتل فورمينج كلينزر، هذا بعد حق النورمال تو كومبينيشن سكين، ينظف عدل، ما احتاج منه الا كميه بسيطه لانه يغري وايد، احب استخدمه ويا الكلاراسونيك ويؤدي المطلوب. من لاش جربت هذا السكراب، هو ماسك سكراب بريحه القهوه، عجيبة ريحته، مثل ما قلت لكم هو ماسك وسكراب حق الجسم، طبعا انا ما استخدمته كماسك، استخدمت سكراب، صدق ينظف الجسم عدل ويشل طبقات الجلد الميت، كنت استخدمه مرة الى مرتين في الاسبوع من محلاش. منظف الوجه او مزيل الميك اب من غارنييه، هذا روعة، خلصته اوريدي فتحت الثاني، يشل كل الميك اب ما يخلي اثر له، بس بعد انا احب ارد مثلا كلينزينج بالم مثلا او كريم مزيل ميك اب، لان احب اتاكد انه شليت الميك اب كله، بس هذا وايد حلو، شويه احط منه في قطن وانظف فيه البشره، حتى مكياج العيون يخوزه عدل. وبعد من كلارنس اللي هو موسترايزر ريتش بودي لوشن، هذا بشيا باتر حق البشره الجافه حق الجسم، ترطيبه روعه، وايد ترطيبه حلو، وبعد ميزته انه مو بثقيل على البشره، خفيف. تلاحظون انا اغلب الكريمات اللي احب استخدمها تكون بشيا باتر لانها ترطب عدل، وهذا ما كانت وايد ريحته قوية، ريحته خفيفة، فبعد ضفت له شوية مسج وسوت ريحته ولا اروع. وهذا بعد اظن خلصت منه علبتين. فاونديشن من ماركة كفر افكس، هذا اخذته من لندن، ميزته عبارة عن قطرات تضيفينها لاي فاونديشن ثاني تبين تقوين اللون، او على مثلا الموسترايزر انه تستخدمينه از فاونديشن، او حتى على البيبي كريم، يعني ممكن يستخدم كذا طريقة مو يستخدم بروحه، وايد وايد حلو، يعني كنت استخدم قطرة قطرتين وذاتس ات، حبيته، لكن مشكلته بسرعة يخلص، يعني كميته وايد قليلة، يعني 15 ملي، وهو ينباع بس بهالحجم، يعني لو ادري انه هو تشي وبحبه تشي كنت بشتري من زيادة،
فناوي ان شاء الله يوم بس لندن ارجع اخذ من درجتي في M50. يمكن اجرب بعد درجات ثانية بما اني هالكثر حبيته. ما يغير ابدا تركيبة البيبي كريم او المسترايزر او حتى الفونديشن اللي اضيفه فيه. شامبو من لوريال هذا الشكل، روعة 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 هالشامبو. عندي من الكوليكشن كامل الشامبو وبديل الزيت وماسك الشعر. الشامبو حبيته لأن ينظف الشعر وما يجفف الشعر، وريحته بس كم تسوى. هذا موجود في الصالونات. هاي ماركة الماسكات أوليفا بلس، موجودة في سيفورا. جربت هذا الماسك منهم، جربة ماسكات ثانية. هذا هايدريشن ماسك وايد حلو، ياخذ شكل الوجه ويرطب البشرة. أنا عادة الشيت ماسك أحبهم كترطيب، أحس كلهم يعني أقدر استخدمهم ترطيب أكثر من أي شيء ثاني، لأن أحطه في الليل أتري مال 20 دقيقة وعقب ما أشيل ماسك الوجه أحط فوقه كريمات، كريم الوجه أو السيرم والأشياء اللي أستخدمها في الليل. ثاني يوم بشرتي تكون صدق منتعشة ومترطبة، خصوصا الحين من دخلنا في الشتاء بشرتي قامت تجف زيادة. ماسكارا من تو فيس اللي هي بيتر ذان لاف، بس هذه الووتر بروف اشتريتها وانشفت وما تكلمت عنها، كانت حلوة بس بعدني افضل اللي هي بيتر ذان لاف الاساسية. هذيك وايد احبها الوردية ولا استغني عنها، يعني وايد عندي منها باك ابس، كل ما يدون ينزلونها في سيفورا ارجع اخذ منها باك ابس لان تطول رموشي وتعطيها غلط. هذه بعد زينة بس ما اعرف ما حبيتها وايد مثل الوردية، يعني الوردية ما اقدر اعيش بدونها. هذه ما بهالكثر. كريم حوالين العيون من فيلوسوفي، هذا الكريم نصحتني بالحلوة فاطمة من سكين اوفردوز، قالت لي ان هالكريم ممتاز حق الخطوط الرفيعة اللي حوالين العين اللي عندهم تجاعيد. انا عندي خطوط رفيعة فقلت خلت جربه. واو واو وايد حلو. اشوى اني طالبت لي اثنين عندي من الباك اب، طلبته من نورد ستور. صدق يخلي منطقة تحت العيون سموث نام، حتى لاحظت يعني الكونسيلر ابدا ما يتكسر عندي. إذا تدوين شيء المنطقة حوالي العيون أساس يخفف هاي الخطوط أو الجفاف، فهذا وايد وايد بيناسبك، أنصحك فيه. روز أرغان بادي كونديشنر هذا عجيب، أنا ما أخذ الحجم الكبير طبعا خاصة إنه وايد قبل. ممتاز 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 لترطيب الجسم. هات تستخدمينه آخر شيء في الشاور، ممكن بعد تغسلين الجسم أو عادي تنشفين، يرطب الجسم عدل إلين ثاني شاور، وفي نفس الوقت يخلي الجسم ريحته ولا أروع. وايد وايد ريحته حلوة، خصوصا إذا تحبين ريحة الروز. هذا فيه يعني هالريحة وريحة شي دافية وايد تعيبني. هالفونديشن من YSL إنك فونديشن شي شي اسمه، درجتي فيه BD50. وايد وايد أحب هالفونديشن، من سنتين الحين تقريبا أستخدمه، خلصت كذا علبة منه ولازم ارجع له. يعطي ساتن فينش، لا انه مطفي ولا انه بلمعه، لا 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 ان بتوين. اجيب وايد وايد حلو، احبه من فاونديشناتي الاساسيه يعني. هي خلص ناوي ان شاء الله ارجع اخذ منه، بس اخلص شوي من اللي عندي. هذا برايتنج سيروم، الماركه هذه موجوده في بوتس، حبيتها السيروم. اذا عندك علامات حبوب هذا السيروم وايد يخففها. لما خلصت لاحظت ان في له نتيجه، يوحد لون البشره. فاذا انت تعانين من تصبغات او علامات انصحك تجربينه هالسيرم، بس ياخذ وقت يعني. انا ما بديت اشوف النتيجه الا يوم خلصت تقريبا. طبعا انا وايد استهلك المسكرات وما اخليها اكثر من 4 شهور، ماكسيمم عندي 4 شهور عقب خلاص لازم اتخلص منها. غالبا تنشف قبل ال4 شهور. فالحين عسير بعطيكم كم مسكرة. هذه من ازادورا، عجيبة 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 هاي المسكرة، التطويل الرموش ما تعطيها كثافة لكن تطولها. هذه من بورجوا عيبتني، هذه ووتر بروف وصدق ووتر بروف يعني ما اتعب يوم اني اشلها، تنشل بسهولة، بس بعد هذه تطول وتفرق الرموش. وطبعا من مابلين، مسكرة مابلين وايد حلوة. هاي موجودة في التيوب الاساسي لونه اصفر، بس في لندن حصلتها كان عندهم غوريو كامبين شيتشي ومنزلينها بهالعلبة الظريفة، بس إذا تبون منها موجودة في العلبة الصفراء، بعد هاي شوي تعطي غلط. أما أكثر مسكرة أحبها وما أعيش بدونها من بنفيت فيريل، هذه لازم بعد عندي. هذه وبيتر ذان لاب ما أستغني عنهم، هاي تعطي طول كثافة وايد وايد حلوة. وهذا العطر
كان واصلني من دخون يده، جون حتى عليه اسمي. هذا العطر روعة، أظن اسمه مودة إذا أنا مو غلطانة. بحط لكم أكاونتهم في الديسكريبشن بوكس تحت. عندهم كذا نوع للدخون، عطور، أشياءهم وايد حلوة. هالعطر اللي عجبني فيه إنه دافي وفي نفس الوقت ثابت، يعني أرشم منه ويتم ثابت، ويعني حجمه حلو وشكله ظريف. من لاش سكراب الأزرق، رب 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 هذا اسمه، وايد أحب هالسكراب ولازم أرجع لي. يعني قمت خلاص الحين بعد أخذ الحجم الكبير وما أخذ الحجم الصغير. ينظف عدل وريحته تشيب ونعشة نفس ريحة البحر. منتجات لاش ان جنرال حلوة. ومن كلارنس الانرجي بوستر. عندي بعد نوعين ثانيين الديتوكس ونسيت اسم الثالث، واحد ازرق وواحد اخضر. انا اللي خلصت البرتقالي. فكرة هالبوسترز ان اضيفين شوية منهم مثلا على السيروم اللي تستخدمين، المويسترايزر، حتى الفونديشن، وايد وايد انا حسيت انه ساعدني على ترطيب البشرة. حتى كنت احطها في الفونديشن شي يخلي الفونديشن سموث يتوزع بسهولة. عجبني صراحة. غير عن الترطيب ما احس انه في تأثير اقوى. يعني كانت عندي اماكن جافة حتى على الوجه، راحت تماما من استخدمتها هذا. وهذه كانت يا حلوات المنتجات اللي خلصتها في تحدي منتجات نوفمبر. ان شاء الله تكونون استفدتوا من هالفيديو، ويا رب ما يكون طويل وايد. اذا عجبكم لا تنسون تحطوا لي لايك، وعندكم اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتس تحت، وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامه.